السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دريم من قناة ايب سويت. انا جايب لكم مقطع عن التحديث الجديد حق الثلج في جراند بي اس 4 واكس بوكس 1. والله ما ادري اذا نزلت على سوني 3 واكس بوكس 360. زبدة الموضوع، شوف نزلوا ار بي جي ذا، انا تشوفون وما اتوقع عندهم اي شيء زي كذا، ونزلوا شوف الطريق حقت الثلج دي، تضغط سهم يسار، خلنا نجرب في نور. قتلته امين. يلا يلا يلا، لا 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 لا، شرد شرد شرد. هذا 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 اللي معذبنا خليل، هذا هذا اللي معذبنا، هذا اللي معذب. شوف سهم يسار ياخذ لك الطلقات. اوكي اي غدر فيه، لا لا لا، يقتل يقتل قتلني. والله بالله عيال، تضغط سهم يسار يعني تبلى مع اخوياك. شفت سهم يسار تاخذ 3 طلقات، سهم يسار ثاني 3 طلقات ثانية، سهم يسار يعني اكثر شيء 9، فانت كيف زي القنبلة بالضبط. بس وش هو؟ انه هذا انه ثلج. الزبدة اللي مسيطر على الوضع هنا خليل. ان شاء الله اموت، ان شاء الله اقطع، ان شاء الله ان شاء الله تحت، ان شاء الله 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 ان شاء الله. اقدر 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 اقول هذا يبغى له كذا جيجيش. ندمت بار بيجي. يلا 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 والله بالله يا يعني جرب الوضع، قسم بالله تنبسطون يعني تنبسطون الزبده في الموضوع. لا تنسون اللايك والسبسكرايب بالضبط والكومنت، ترى اقرا كل الكومنتات. انا كان معكم دريم من قناه لايف سويت، السلام عليكم.